فيما يخص برنامج التنمية لبلدية برج براريج، يعني المجلس الشعبي البلدي يعني يسعى في إنجاز عدة مشاريع متنوعة من بين ليكليراج بيبليك، يعني الإنارة العمومية، من بينها طرقات، فتح بعض الطرقات، كاين طرقات اللي راهي راكم تشوفوا تاع الطريق نتاع الكوشة اللي درنا لها التوسعة وراهي على شكل انتهاء، ما بقالهاش يعني مسموح. كاين طريق ثاني ان شاء الله نتاع ال 217 نتاع 217 اللي راهي خالصة، راهي ديجا راهي تمشي. كاين عندنا ثاني طرقات فيما يخص ال النهج العريبي اللي خلاص اللي خلصناه ثاني، وكاين الطرقات اللي راح تبدا هذه هي ان شاء الله البارح برك مع رئيس الدائره بدنا مشينا انستالينا ان شونتي فيما يخص ثاني التوسعه والاصلاح نتاع الطريق من المسجد الملك حتى يخرج منين كاين القياسات مركز القياسات ويخرج حتى النهج العريبي. وهذو التوجيهات نتاع السيد الوالي على كل حال اللي باش نخلقوا ان شاء الله دي بينيترونت اللي يقدروا ينقصوا لا سيركيلاسيون داخل المدينه، تكون كاينه بوسيبيليتي باش الناس تيفيتي داخل المدينه. وكاين عندهم دي زاكسي سيدي بولفار، سيدي بولفار بلوبار يوليو سيدي بولفار في هذا المسمو، بالاضافه الى كاين طريق اجتنابي ثاني يعني اللي راح يمشي ثاني في بوم مرقد، عندنا خلقوا اون تروازيام فوا اللي تبدا من لا كلينيك خرفان حتى المحور الدواره نتاع لوطوروت. فيما يخص ثاني الطرقات كاين بزاف، يعني كاين بزاف عندنا بزاف مشاريع، وهذا بفضل توجيهات والاعانه تاع سيدي الوالي، يعني راه معاوننا يعني بالبزاف ويعطينا في توجيهات. احنا حاولنا باش نبدل الاناره القديمه بالاناره نتاع البلاد، وهذا درنا فيها برنامج يعني واسع اللي بدا من الحدود نتاع بلديه البرج المعيشيه الى غايه محور الدوران نتاع طريق السيام. هذا كل راه دوكا اون ليد، بالاضافه الى لي غون بولفار تاعنا كما هو لي بومدين، كما غريبي، كما بعض الاحياء، يعني بعض الاحياء تقريبا مازال ما كملناش الاحياء كل ميرا جايه بالبرنامج ان شاء الله بشويه ان شاء الله. حنا الاغلبيه يعني نتاع اللي كان خاصهم بزاف الاناره كذا، حنا يعني مشينا لهم وراهي تمشي ان شاء الله. برعايه ايمو براو قاع نبراو.